ممكن الشباب يقول لك قم بتغيير لون خلفية الشريحة أو خلفية الصفحة بتاعت الوورد. دي بتجيبها إزاي؟ من قائمة مثلا ديزاين، أو أحيانا بتبقى في لاي أوت، تختار حاجة اسمها بيج كلار. أدي عندك ألوان كتيرة، مثلا خلينا نغيرها مثلا للون الأخضر مثلا، أو ممكن يقول لك مثلا قم بإضافة إطار للصفحة. الإطار ده تعمله إزاي؟ أدي الإطارات، هتختار الأول بوكس وتختار هنا شكل الإطار وتقول له أوكي، أو مثلا ممكن يكون إطار مثلا زخرفي كده، تختار مثلا شكل من الأشكال دي، هتلاقي حاجات جميلة جدا. وليكن هنختار دي، خليه طفولي شوية ونقول له أوكي، أدي الإطار. العلامة المائية بقى، مثلا هختار من هنا علامة مائية، دي مثلا علامات مائية جاهزة، مثلا كلمة مثلا confidential أو مثلا do not copy، بس خليني أختار العلامة المائية اللي أنا عايزها. هقول له إيه؟ custom watermark، علامة مائية مخصصة. أنا طبعا الاختيار مثلا التكست، هنخلي التكست مثلا نقول مثلا مع بدران أنت الكسبان مثلا، ونخلي مثلا هنا دياجونال اللي هو يكون قطري، هوريزونتال يعني مستقيم، خلينا نختار مستقيم زي اللي موجود دلوقتي، خلينا نختار دياجونال عشان يحس يكون قطري، ونقول ابلاي كلوز. الجملة دي هتطبق في اي صفحة، يعني مثلا خليني اكتر صفحات في الملف، انا ما كتبتهاش بس هي موجودة في كله. او مثلا في الخلفية ممكن نعمل حاجة تانية كاستم، خليها مثلا صورة، ونختار صورة مثلا وأقول له مثلا فروم فايل، نختار مثلا صورة الراجل المحترم ده وأقول له انسرت وأقول له أوكي، ظهر صورة الراجل بس يعني باهتة شوية. هي الخيار ده هيبقى كويس مثلا لو عندك مثلا صورة بخلفية شفافة مثلا بتمثل اللوجو بتاعك وعايزها تكون موجودة، ساعتها الخيار ده هيكون مفيد. خلينا السكيل نغيره برضو، خليه يا دوب 50% بس كفاية، ونشيل علامة الوش اوت ونقول ابلاي. الشكل اهو اتحسن سنة، هي برضو باهتة شوية بحيث ما تأثرش على الطباعة. والسلام عليكم.